السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ انا بحبك جدا. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيكي. انا كنت محتاجة اتكلم مع الشيخ، اسأله على حاجة. اتفضلي. انا معدية 30 سنة بكتير. تمام. ووالدي طول عمره بيدعي لي ويحبني والله يرحمه، يعني قبل ما يموت كان بيدعي لي، ومامتي بتدعي لي وشلتها طول عمري، بس انا عمري ما دعيت وربنا استجابني. بحس ان ربنا مش بيحبني، على طول لما بدعي حاجة بيحصل لي بعدها مصيبة أو كارثة كبيرة. يعني في مرة فضلت أقيم الليل وأصلي وأدعي ربنا للفجر، وبعدين صحيت لقيت نفسي يعني اتخذت فصولات أمانة واتسجنت واتبهدلت، وفين على بال ما طلعت مش أنا، ويعني حصل معايا حاجات كتيرة قوي صعبة يعني. ودعيت ربنا كتير إن ربنا يرزقني بالزوج الصالح، وقابلت ناس في حياتي يعني بهدلوني ولعبوا بيا وصابوني، بحس ان انا مش احس ان ربنا مش بيحبني. يعني في حاجه اسمها كده اصلا؟ يعني انا ممكن تكون الذنب الوحيد اللي بعمله مش بصلي، يعني بصلي بانتظام، انما غير كده انا مش بعمل اي حاجه خالص. بتقطع في الصلاه يعني ولا ما بتصليش؟ لا بقطع في الصلاه، بس هي دي الذنب الوحيد اللي انا بعمله. بتذكر ربنا قد ايه في اليوم يا استاذه مريم؟ على طول انا عندي الذكر والتسبيح ده على طول، بسبح ربنا على طول. بتقرأ القران قد ايه؟ بصراحة مش كتير، بقرا قرآن كتير، بس بقرا وساعات كتير اقرا سورة ياسين 7 مرات، واقرا سورة الواقعة. مش بختم القرآن على فكرة، بس هو بقرا قرآن في العموم ملتزمة بيه. بس يعني أنا عمري ما عملت حاجة ذنب من الكبائر خالص، ودايما بدعي ربنا وأقول يا رب لو في ذنب يعني باعد بيني وبين بينك يعني أعرف إيه هو. مش بلاقي. يعني انا دلوقتي معديه 37 سنه وعايشه لوحدي، ما فيش حد معايا، بابايا ومامته ماتوا، ودايما بدعي ربنا لان الواحد دايما بتخنقني. مش اخوات كلهم مسافرين ومتجوزين وعايشين حياتهم ليا، بس ما مش ليا. وانت بتشتغلي ولا بتشتغليش؟ بشتغل. بس اتجوزتي قبل كده مش كده؟ ايه، اتجوزتي قبل كده؟ لا انا انسه. عشان انتي قلتي بطلب ان ربنا يوعدني بزوج صالح وبهدلوني. قابلت ناس في خطوبات وكتب كتابي واتفسخ وكده، لكن جواز لا. بس فهي المشكله ان انا عمري في حياتي ما دعيت دعاء وربنا استجاب لي فيه، بالعكس بحس ان هو العكس تماما، بالذات في التوقيت اللي انا بدعي فيه. يعني ادعي ربنا بحاجه الاقي عكسها تماما، وكان ربنا بيقول لي ما تدعيليش، انا مش قبلك، مش عايزك، بس انا استغفر الله العظيم يا رب طبعا، بس انا مش عارفه ايه هو السبب.